على يد من اسلم الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ رضي الله عنه اسلم على يد اخته فاطمه بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنه لما راح لهم البيت وكانوا بيحفظوا ابنهم سوره طه. صح. فاسلم وقتها. كانت قصه جميله قوي والله. سؤال سهل بقى عشان خاطرك. تمام. من هم الانبياء الذين عاشوا عزاب ولم يتزوجوا؟ أو سيدنا يحيى وسيدنا عيسى عليهما السلام. عليهما السلام. شاطره كويس وجدع ازاي؟ شاطره والله. اوبا. ما هي اخر آية نزلت في القرآن الكريم؟ لحظة واحدة والله عارفها. لحظة واحدة. معاك. بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. برافو عليك. صدق الله العظيم.